اللي في شوش على سميرتي دي ماك شايف لي مازالوا عايشها انا حاسه دي مازالوا عايشها وهي تقول هي ميني شهرة راهي بدات ان شاء الله تكون هذه التقليعه ومازال ميني يعني راك شايف روحك مشهور يا خويا شايف روحه مشهور لا لا ميني معناتها زعما شغل تواضع عندنا شويه ما بعرف شغل هذا وين بدي لفتك خمم بلي راهو مشهور خلاص صح مشهور هو تساوي معروف على فكره عاد مانيش داير في بالي بلي انا انسان مشهور ولا نكذب بالي يعرفوك ناس كي راك تمشي لبرا يعرفوك الناس جوستومون دي فوا نكون في حياتي اليوميه برا بور اكزومبل زعما ندخل كاش حانوت هكذا كي نكون خارج زعما يحبسني زعما هكا مول الحانوت ولا نقول بالك كش نسيت كشاف زعما قلتها له واش ما خلصتهاش ولا ما دي يقول لي لا لا واسيم صافا قدام هناك شغل نتفكر هذوك هم يعرفوني شويه سما مازال ما ولفتهاش مليح والعائله تاعك كيفاش تعاملوا مع الشهره هذه ولا يعيطوا لك كامل يتصلوا بك بون لي زابيل هذيك نهار الاول ليبيزود 4 كي خرج نهار الاول التليفون ما حبسش هذيك باينه من بعد نورمال هكذا تسمى طون زون طون يعيطوا الناس اللي يعرفوني وكاع يعطيهم الصحه تسمى كامل شجعوني وكاع صراحة فيصل كي تشوف الديكور اللي رانا فيه اليوم ما تحسش ان رديناك للعائلة البرجوازية اللي كنت معاهم؟ شوية وي صح سي فري او كلش بالذهبي القطوات التقليدية كما كانوا يديروهم في طرف فيوش يعني حبيتوا الديكور صح قلت كراني في دون زان شاتو الله يبارك الله يسلمك انا حاسه روحي راني قلت لك يا اخي انا اللي رياض ياك حنا اللي دشنا الاولى انا دشنا لا انت ما دشناش لازم بون شي تري كونتونت الحمد لله